تحقيق العشرين تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. Sans oublier le président de Canal Atlas, Khaled El Kandili, qu'on a applaudi très fort d'ailleurs, parce que c'est lui qui nous a envoyé toute cette équipe. On le remercie. C'est chaleureux trophée qui nous a été offert par Canal Atlas pour justement cette jeunesse. Tabarakallah alaykoum. Et je remercie encore une fois de plus Monsieur Albad, le président. Je tiens à remercier aussi Monsieur Hossein de Dezer qui est parmi nous et toutes les personnes qui ont eu. Voilà, qui nous ont fait plaisir et qui sont venus. Et le spectacle n'est pas terminé. Marquez معنا au Mahdalikou. كنشكرك اتلاس عاوتاني كنشكر الناس كاملين اللي دعموا هذا المشروع هذا باش يخلي شباب اخرين ولا ناس اخرين يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو دونك تنميتنا وشكرا بزاف صراحه ما خدناش فرحه. شو ديال برنسيس ايسي دو لاترابي ويا جو بولي ايسي دو لاترابي افليبي سي دو تو تاكيت سي ريان جو ميتريز tu m'as passé un billet là c'est pas vrai d'accord. Je vais défiler mon doigt dans la salle, dis-moi stop. Police stop, fais les bruits, police stop. Stop ici. نور الدين تاكدا انا اللي نظمت هذا ليفينمون اليوم هنا في بالي ارغاني في ايت ملول والحمد لله الحمد لله الجمهور جا والصحفيين جاو منكم انتم ميرسي بوكو شكرا بزاف على الديبلاسمون ديالكم والهدف ديالنا بغينا نشجعوا جوستومون لا جونيس اللي كاينه هنا في ايت ملول لا جونيس اللي ارتستيك لي جون ارتست باش نعاونوهم يديروا الحياه ديالهم يديروا لا برودكسيون ديالهم شنا هو الهدف ديالنا هو لا كومونيكاسيون لي ميديا والحمد لله التصنع الحمد لله كل شيء عاوننا الرئيس البلدي هنا كان فرحان جا عندنا واستقبلنا وجاب ولادو والسي عباد الحسن حتى هو اللي معروف هنا في اكادير وهو اللي مكلف بهذا لو كومبلكس حتى هو شجعنا وفرح بينا وهذا الشيء اللي كاين جبنا كادر بوينو جبنا بيتا وجبنا عبد الله كويتا بيسا اللي غنات هي حتى هي عطينا ليها حتى هي التكريم ايوا الحمد لله الحمد لله امور دازت مزيان بخير وعلى خير ونتمنوا ان شاء الله نعاودوا شي حاجه اللي في المستوى ولا غتعاون الجهه وتعاون الشباب هنا ديال اكادير هادشي هو هذا هو الهدف ديالنا وهادشي اللي بغيناه وملي كيكون بحال هاد ليزيفينمون كنفرحوا وكنعطيو الماكسيموم ديالنا باش ينجح ليفينمون وشكرا لكم انتم اللي جيتوا ونتلاقاو مره السلام عليكم معكم إيتس بيسا من أكادير 27 عام جو سوي أون أرتيست شانتوز جي ديجا كنت ديجا طلعت في لاسين ديال مؤخرا في الصيف في هيب هوب موروكو هيب هوب فيستيفال ديال ديريكتور مهدي وكنا انفيتي في فيزا فور ميوزيك هي هاد العام واليوم حضرنا هنايا لهاد الشو هذا ديال كادير بوينو وكونسير ديالي اللي صراحه داز زوين بزاف وكانوا ناس في المستوى وكانوا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وهذا الشيء كيفرح حيت قليل فين كتلقى بحال هذا الشيء يعني الناس اللي كتلقاهم كيدعموا الفنانين اللي مازال يلاه كيبداو يلاه كيبنيو في الكارير ديالهم وصراحه هذا الشيء زوين صراحه هذا الشيء كيفرح نتمنى هذا الشيء يبقى كما هو ويزيدوا يبان زعما كفيستيفالات ودي كومبيتيسيون الدراري اللي كيكونوا كيديروا اي حاجه كيف ما بغات تكون يعني سواء كيغنيو سواء كيرابيو سواء يعني كيدير اي حاجه كيعرف ليها وصافي هذا ما كاينش غنقول لك شويه تقدر ماشي ما كاينش كاع ليسبوار ولكن الا ما كنتيش خدام على راسك اصلا ما غاديش توصل بزاف د الحوايج واخا ما كيكونش الوقت بارفوا وكذا وهادي ولكن داكشي علاش كنقول لك كنتمنى هادشي يكون يبقى هكا يعني يكونوا الناس اللي كيديروا بحال هاد لي زيفينمون وكيدخلوه هكا يعني الناس اللي يلاه بادي Aujourd'hui, le spectacle, voilà, t'as des musiciens. Je suis très content. Quand dans différents festivals à l'international, fait Montréal, fait France, fait Belgique, fait en Suisse, en Afrique et Lyon, mais les Hassid au Maghreb, awel marra hasso fait sur scène. Voilà, le public, la première seconde, il y a même accueil. T'as ce rock star, une des personnes, t'as ce rock star, mais c'est normal. Voilà, inshallah, nahar, nahish, fait le Maghreb, je n'ai pas cette sensation que Lyon. Voilà. ان شاء الله